صباح الخير على كل مشاهدي شبكة انتي ان في كل مكان. صباح على كل مشاهدي قناة ناين لايف. النهاردة يوم جديد، النهاردة الخميس 19/1. ثلاث حاجات ما فيش اي بيت في مصر ما بيتكلمش غير فيهم: البرد والبنزين وهنعمل ايه في 25 يناير. فيا رب الثلاثة يتحلوا، ويا رب الحقيقة الثلاثة يعدوا على خير. صباح الفل يا عايدة. صباح الفل يا فادي. صباح الخير يا رنا. اخبارك ايه؟ عندي صباح برد، الخير. معلش بقى استحملوني. الف سلام عليك. صباح الخير على كل مشاهدينا، حلقه الخميس ونهايه الاسبوع، حلقه جديده من نهارك سعيد. معاك على الهواء لمده ساعتين من 9 ل 11 الصبح. يا رب تبقى نهايه اسبوع سعيده، وزي ما رانيا قالت فعلا كل الناس بتتكلم في الثلاث حاجات: البرد، الناس كلها اول مره تشوف ثلج السنه دي في اسكندريه، البنزين كالعاده كازماتنا كلها، ليتم الانكار في الاول وبعد كده نعترف بالازمه وبعد كده نكتشف انه في تهريب وفي حاجات. طب احنا كنا فين قبل كده؟ دي حاجه لطيفه. 25 يناير طبعا كل الناس بتتكلم، في ناس بتقول هنحتفل وفي ناس كتير قوي نازله تاني 25 يناير بتطالب بنفس المطالب، لانه بعد سنه حقوق الشهداء ما رجعتش، لسه مش عارفين محاكمه مبارك هترسى على ايه. حقوق مصر يعني، مش حقوق الشهداء بس يعني. بس خليني قبل، وانت بتتكلم وبنقول النهارده الخميس واخر الاسبوع، انا اكتشفت ان انا بقى عندي مشكله اقفش اخر الاسبوع ده اني يوم، لانه كان تاريخيا يعني واحنا صغيرين كان الخميس واخر الاسبوع. دلوقتي بقيت استنى الجمعه عشان نشوف الاحداث اللي بتحصل في التحرير وبتاع، عشان كده الاسبوع خلص وتبتدي تريح السبت وتبتدي ان اول اسبوع ماشي تمام بالظبط. فبالتالي حتى اخر الاسبوع دي بقت متغيره. يا رب تعدي الايام على خير، يا رب لغايه يوم الاربع تبقى الدنيا ماشيه بسلام وامان. وانا بعتقد انه طول ما احنا بنقول هيحصل مشاكل قلقانين وبتاع، فلما احنا نبقى عايزين ما يحصلش مشاكل، بعتقد ان احنا هنقدر نحمي نفسنا وهنقدر فعلا ما نسمحش لاي حد يعمل لنا مشاكل خلال الاسبوع اللي جاي وبعد يوم 25 يناير والفتره اللي جايه. عندنا ان شاء الله فقرات يبقى كل حاجه على خير. بالنسبه بقى لفقراتنا، طبعا اول فقره زي ما انتم متعودين بتكون فقره الصحافه. هيكون معانا بعد كده فقره عن مع المعلق الرياضي الاستاذ محمود عباس، وهي عن تحليل ما بين مباراه الاهلي ونادي الشرطه، ودي هتبقى معاك يا فادي. وطبعا تهانينا لكل الاهلاويه، مبروك للاهلي انه كسب 1-0. لكن الجدير بالذكر في الفقره دي بالذات ان احنا هيكون معانا اول معلق رياضي كفيف، اعتقد فقره جديره باهتمام لازم تتفرجوا معانا عليها. الاهلي كسب اتحاد الشرطه، بس حبيت لازم تفكر ناس يعني. 1-0. طيب هيكون كمان عندنا فقرات مواضيع تانية، يعني هنتكلم عن المبادرة اللي ليها علاقة بإنشاء 20,000 وحدة سكنية للشباب، وكل الشباب عايز يتجوز ويعيش وحاجة يعني أمنيات. على فكرة حقهم، على فكرة يعني ما بيطلبوش، ما بنطلبش صاروخ فضائي يعني، مش عايزين يقعدوا في فلل يعني، أوضة وصالة وحاجة كده. هيكون عندنا فقرة مع المهندس عادل حمودة رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء شبرا، نعرف تفاصيل البروجكت أو المشروع ده إيه. كمان هيكون معانا فقرة تانية الحقيقة، وهي فقرة عامة هتكون بخصوص أو بتخص الثوره بشكل عام، عرض لكل الاحداث اللي الفتره اللي فاتت من 25 يناير اللي فات لحد النهارده. بشكل عام هنتكلم عن الاحداث اللي حصلت في مصر، ودي اعتقد هتكون مع عايده. هيكون كمان عندنا فقره اخيره يا فادي، هيكون معانا فقره اخيره عن قضيه اموال التامينات الاجتماعيه، وهيكون معانا استاذ عاصم عبد المعطي وكيل وزاره سابق بالجهاز المركزي للمحاسبات، هنتكلم معاه عن التفاصيل لانه في اعتصامات وحاجات كتير بسبب فلوس المعاشات والتامينات وزياده ال 50 جنيه، نتكلم معاه في ادق التفاصيل بسبب كل حاجه عامه بالظبط. لكن خلينا نبتدي فقراتنا مع استاذ اشرف البربري رئيس قسم الاخبار بجريده الشروق في اولى فقراتنا الصحافه بعد الفاصل، تابعونا.